عبدو شاهين الممثل الذي نراه في كل المظاهرات. يعطيكم العافية أول شيء. الله يعافيك. حضرتك عم نشوفك بكل الساحات. اليوم اعتذر الحريري عن تشكيل الحكومة، ولكن أنتم بترقب الاستشارات النيابية، كيف رح تواكبوها؟ نحن عمليا بترقب لتنفيذ مطالب الناس، مش لاستشارات أو غيرها. طبعا الاستشارات الملزمة مطلوبة، بس على قاعدة اللي عم تطلبوا الناس، على قاعدة وجود شخصية وهيكلية عقلية جديدة بالوزارات، عقلية جديدة برئاسة الوزراء من خارج الطبقة السياسية. هاي مش صعبة، يعني صرنا من بداية الثورة لليوم شايفين أكثر من 20 شخصية لبنانية مكرمين بالعالم، يعني ما يستخفوا يعني بشعبهم، ما كثير هالقد يستخفوا فيه. بتحكي عن الطائفية، الفتة الطائفية المفتعلة اللي عم ترفض. أنا اليوم موجود لحتى لي بهذا المكان لحتى لي أقول إنه لا، مش للفتنة، لا لألعابكم الفتنوية صارت كتير واضحة كل يوم والتاني لتدافعوا عن فسادكم. هاي اللعبة كنت تلعبوها زمان، تنزلوا شارع مقابل شارع وترجعوا تطلعوا أنتوا كشخصيات، تصيروا فجأة ممثلين طوائف، ما تعودوا ممثل، ما بتعود أنت رئيس مجلس نواب لبنان أو رئيس مجلس وزراء لبنان أو رئيس جمهورية لبنان، فجأة تتحول إلى زعيم طائفي. قالوا بتصير إنه يابا هدوا الوضع، ما أنت اللي وترت الوضع، أنت اللي موتر الوضع، أنت هدي روح على حالك. كان فمش لا مش فتني الشعب اللبناني. ثورة 17 تشرين أثبتت أنه أكثر شعب راقي بالعالم، وأنه ما في عمنا طائفية. هاي لعبتكم لتحموا فسادكم، خلص وقفوها، لأنه عن جد في ناس عم تتضرر منها فوق التضرر من الجوع ومن الفساد، عم تضروا الناس كمان بعد